هو فعمل الله طويقة وفعلين جاني غازي رحت على المستشفى على المستشفى شو كان في الرازي كان مكان كان في سنة عملت صورة طلعت حاسس خرد أول طلعت خرد الثاني داخلي هون على نص الأم وقفت هون وقفت قبل عين ملي واحدة هذا فيكم كان يكون رفيقنا انه لهلا انا ما بتخيل انه مثلا بيسبوه انه لا تسبوه حرام لان ما بعرف شو بو انه رفيقنا ندرس سوا وضل سوا انه مستحيل كيف غاسلين له دماغه كيف قاعدين له ما بنعرف انه بس بنعرف انه ضربت عيني بعينه لا قوصني وحتى كان وقت اجى بده يهرب يعني بيير يعني قوص رفقاتي وقت اجى طلع فيي انه ضربت عيني انه شافني عم بهرب او اوصل انه شو عامل هو الخوف حتى على الفيسبوك او شيء ما كان مبين انه عليه انه معارض او شيء كان تخفي لدرجه يعني حتى كان مغسول الدماغ حتى فات وطلع يعني عم بقوص بلا وعي كمان فات الوعي يخوف رفقاتك كان الخبر وحسين انتو كان قد مماثل مذاكره هو ما فات معنا بس من الصبح انه رفقات انه جاي هو بكير كثير حاجز لنا المطارح انه خضر عود هون انت عود هون حكى معهم انه بنقعد بنتنقل سوا من بعض قال لهم كيف بدنا نتنقل انه تعال انت خضر عود هون بيير عود هون جورج عود هون وانا بقعد بيناتكم ونحل يعني في الاول شي فات الدكتور كتب السؤال انه راسنا بالورقه انه ما حسينا انه ما سمعنا غير صوت قواص انه طلعت ام لقيت خضر اول واحد مقوصه ما في هيك انه بينه وبينه دغري براسه مقوصه وصار يقوص فلو اجيتوا انتوا انا عندي مناوله وكنا شافوها انا يا انه كنت احزن انه المدام اسمها انت بالنسبه لي السيده الاولى انا اذا بوصل انه هيك بصير جزء من شخصيتك الله يحفظك سيمون خلص عم بشتغل بالتجارة مواد غذائية تعبئة أو تغليف ما كملت باختصاصك لا صار تعبئة لحالي شغل بقلي خلاص الطالب الأول اللي زرته بحلب أربعة أشهر أحلى عنده علمين أنا كان نص طابق أول لكن خبرنا الجيران فنزلت البنائي كده سيادة الرئيس معلش بدي احكي شغلة انا هلا في شغلة صاير مثل عم بيحكوا اشاعات او شيء انه انت والسيدة اسماء انه سافرتوا او طلعتوا على روسيا او شيء معلش انا بس بدي اوثق انه هذا الشيء لانه عن جد شيء بيضايقنا لانه من كثر ما عم نحكي وين ما كان نحن بنحكي بلندن واهلا وسهلا فيكم شرفتونا في يوم الثلاثاء 31/1/2012 تشرفنا كثير بجيتك واهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيكم والبلد ان شاء الله هيك بتضل مثل ما كانت وانتم بتضلوا حامينا ونشكر الله الحمد لله على سلامه بيير وعن جد هي احلى هديه لنا ونحن عم نصدق عيوننا انا لهلا عم بحكي وما عم نصدق انه الله يخليكم لهالبلد ان شاء الله وجودكم عن جد وجودكم والله وسوريا وبشار وبحسن يعني بحبه كثير شكرا لكم الله يخليك اذا عندك جوائز بيوم ايام شكرا الجامعه يمكن صعب عليهم النظام اللي اسهل عليك بكثير ما شغلك بالجامعه والله صعب كلكم ما في عندنا عريس